اليوم كانت مقابلة قوية، لعبنا ضد خصم قوي، تمنوا على الفوز ديالو. صح ما كناش محظوظين، حنا يعني كنا أم وان ساهم واحد يعني نقطة نقدروا نرجعوا بها للمدينة ديالنا، نعتذروا من الجماهير ديالنا اللي يعني كنا عازمين باش نرجعوا لهم واحد أمور في هذا يعني فان سيزون، رجعوا بواحد الانتصار اللي يقدر يرجع الأجواء يعني الإيجابية اللي كانت اللي محيطة بالفريق. أكيد احنا خسرنا لي 3 بوان، ولكن ربحنا لاعبين شباب اللي قدموا واحد المباراة قوية ضد خصم كبير باللاعبين ديالو بالجماهير ديالو بالمدرب ديالو. جو فيليسيتي الجوار ديالي كاملين على الموسم اللي قدموه، نتمنى ان شاء الله الاستمرارية للمواسم المقبلة، نتنوعد الجماهير ديالنا ان شاء الله المواسم المقبلة نقدروا يعني نظهروا بواحد المستوى اللي احسن من هذا، اللي يقدر يشرف المدينة ديالنا، يشرف النادي ديالنا، يشرف الجماهير ديالنا. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.